بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل. اليوم نقدم بعضيتنا بسبوسات فرديين بكأس من السميد فقط، كيجيو معلكين رائعين بنكهه الشوكولات. نتمنى انكم تجربوهم ويداروا الاعجاب ديالكم. اذا كانت هذه اول زياره لكم للقناه، فضلا وليس امرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير عندي هنا جوج حبات ديال البيض اللي يكونوا بحراره المطبخ، وبالنسبه لباقي المقادير غادي نعطيهم لكم مع الطريقه. اذا كاس ديال الخلاط كهربائي كنديروا البيض ديالنا كيف ما سبق اللي ذكرت، من الاحسن يكون بحراره المطبخ. كذلك غادي نضيف كاس مع مرش ديال السكر حبيبات، بحكم انا باقي غادي ندير لاصوص من الاحسن ما تكثرش السكر. وكذلك كاس ديال الحليب او اللبن اللي متوفر عندكم في المنزل. عندي كذلك نصف كاس ديال زيت المائده. نخلط كل شيء دقه واحده في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. عندي هنا كاس ديال السميده الخاصه بالحرشه او البسبوسه. كذلك عندي معلقه كبيره بومبي مزيان ديال الدقيق او الدقيق الخاص بالحلويات. كذلك غادي نضيف الفاني غبره او قشور البرتقال كيبقى لكم الاختيار. عندي هنا ملعقه كبيره ديال الكاكاو، كتبقى على حسابيت النوعيه. اذا هاد العناصر مع بعضياتهم غادي نطربهم مزيان وغادي نتلاقاو. بالنسبه للخليط اللي تحصلت عليه هو هذا. الا حسيتوا بالخليط جاري يمكن لكم تضيفوا ملعقه اخرى ديال الدقيق الخاص بالحلويات او الفرس. عندي هنا جوج خمارات من فئه 8 غرام خاصين بالحلويات، غادي نضيفهم غادي نطرب تطريبه خفيفه ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه ليا خديت هاد الليمون ديال لي طارت اولا الحريشات الفرديين، فرشت ليهم قاغيط ديال لي مادلين. يمكن لكم فقط تكتفيو انكم تدهنوهم بالزبده وترشوهم بالسميد، كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. هذا هو القوام ديال الخليط اللي تحصلت عليه. غادي نعمر لي طاس كما شفتوا، كتخليو شويه الفراغ بحكم انه هاد السميده اولا هاد البسبوسه ما كتنفخش بزاف، يعني فقط شويه. الفران يكون سخون مسبقا وغادي ندخلهم على عافيه متوسطه حتى يطيبوا. فهاد الاثناء غادي نمر باش نقاد لاصوص ديالي. اذا في الكاسرونه غادي ندير كاس ديال الحليب، كاس والكاس بطبيعه الحال العنبه باش كنعبر جميع المقادير. غادي نضيف ليه السكر حبيبات اللي كتبقى على حسابيت الذوق. هنا درت الملعقه الاولى وملعقه الثانيه ما عمرهاش بزاف وكتبقى بطبيعه الحال على حسابيت الذوق. كذلك غادي نحتاج النشا اولا المايزينا اللي غادي ندير فيها نصف ملعقه كبيره. انا ما حاجتيش بلاصوص تكون خطره ليا بزاف باش تشرب ليا البسبوسه ديالتي وتجيني معلكه من الداخل. كذلك غادي نضيف كميه من الكاكاو اللي كتبقى بطبيعه الحال على حسابيت الرغبه. غادي نخلط هاد العناصر مزيان وغنديرهم فوق البوطه لعافيه مهيله مع التحريك حتى نشوفوها بدات كتطبخ لينا ونزولوها. اذا هادو هما البسبوسات ديالي. من بعد ما خرجتهم كيف ما كتشوفوا راه كيجيو رطي الطبين على هذا الشكل. كيف ما سبق لي ذكرت ما كيتنفخوش بزاف، كيجيو خفافين. اذا بالنسبه للاصوص بقى سخونه ما غاديش نخليها حتى تبرد، وغادي نبدا نفرغ شويه بشويه فوق هاد البسبوسات ديالي. يمكن ليا غادي نكملهم كاملين ونرجع من الاول عاود الا شفتها تشربت ليا، يعني شربت ليا لاصوص. كيبقى لكم بطبيعه الحال الاختيار، بغيتو البسبوسه ديالكم مشربه بزاف اولا غير شويه. يمكن لكم يعني لاصوص ديرو فيها الشكلاط، مرسويه ديال الشكلاط اولا النكهه ديال القهوه. كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. غادي نستمر على هذه الطريقه، غادي نسقيها كامله ونعاود ليها عاوتاني باش تجيني معلكه من الداخل. وبالنسبة للتزيين طبيعة الحال كيبقى لكم الاختيار، كتزينوا بالموجود شكلاط محكوك او كاوكاو كونكاسي، ايفيلي لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي او فقط الكوك.
شكلاط فيرميسيل كيبقى لكم الاختيار ولا حسابيت الموجود. مهم كيجيو رائعين وسريعين التحضير. نتمنى انكم تجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. وهذو هما البسبوسات ديالنا كما كتشوفوا كيجيو راقيين في التقديم، حاجه بسيطه وسهله وسريعه التحضير وبالموجود. وجدوا بسبوسات فرديين كيجيو اكثر من رائعين، لذادين ومعلكين. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، ودمتم في رعايه الله الذي لا We'll be right back.